أفضل نصيحة بالطبخ ناخذها من أم ثانية لأنها تكون عن تجربة وثقة. تعالوا نشوف النصايح اللي جتنا على جروب شيف كل يوم. في نصيحة لفتت انتباهي تقول استخدمي جزء من ماء سلق المكرونة للحصول على قوام رائع للصوص. طبعا هذه النصيحة أول مرة في حياتي أسمعها، أنا دائما أكب بالماء. نجربها في وصفتنا اللي هي باستا بهارات الفاهيتا، لأنه كل مويات المكرونات اللي استخدمتها قبل كبيتها. النصيحة اللي جتني إنه نستخدم موية الباستا بعد ما نسلقها لأنها مليانة نشا، والنشا يعني زي ما جتني النصيحة إنه تخلي الكريمة ثقيلة. إحنا بنجربها في وصفتنا اليوم اللي أنا بسويها لكم اللي هي باستا وبهارات الفاهيتا. عندنا باستا مسلوقة، دجاج، طماطم، بصل عادي وبصل أخضر وفلفل ملون وكريمة الطبخ وموية المكرونة. علشان نجرب النصيحة بنبدأ بالزيت، بنحط الزيت في القلاية. يلا، وهذه عندك الدجاج. طبعا الدجاج نكون مجهزينه ومقطعينه. لازم نستنى الدجاج لعل ما يستوي. لا ما يستوي الدجاج، بس نشوحه شوي يتغير لونه، وبعدين نبدأ نحط باقي الخضار. الحين حطي لي الباستا، نمكسها معاهم شوي بس علشان تاخذ نكهة الفاهيتا، البهارات اللي حطيناها والدجاج. الحين بنضيف الكريمة. وهل أضيف الموية النشا؟ ونضيف موية النشا شوي. يلا. طبعا هذه التجربة اللي احنا بنجربها. الحين بنخليها تتشرب الكريمة شوي. فعلا مية المعكرونة خلت الصوص أتقل. في بعد نصيحة في جروب شيف كل يوم تقول حطي على الكريمة جبنة موزاريلا بتبقى يمي وبتمطي كمان. لأن الجبنة أضافت إضافة حلوة كثير. طبعاً هذا الشكل النهائي لها، وعليكم بالعافية.